الحقيقة اليومين اللي فاتوا كان في تغييرات مهمة. الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرار بتعيين السيد اللواء أشرف إبراهيم عطوة قائدا للقوات البحرية خلفا للسيد الفريق أحمد خالد سعيد اللي تم تعيينه قائدا للقيادة الاستراتيجية ومشرفا على التصنيع العسكري بدرجة نائب وزير. تولي اللواء أشرف إبراهيم لهذا المنصب هو تأكيد على دوره المهم في فترات سابقة والتجارب التي خاضها بوصفه واحد من أهم قادة البحرية وكان ماسك شعبة العمليات البحرية. الفريق أحمد خالد عندما يسند إليه هذا المنصب الهام فهو تأكيد على دوره وعلى مهنيته وعلى قدراته العسكرية الحقيقية التي أشاد بها الجميع. كل التهنئة وكل التحية لقواتنا البحرية وللقائدين اللذين يمضيان نحو تحمل المسؤولية الجديدة من أجل مصر قوية وعظيمة. ألف مبروك.